شعب جنوبي، شعب أرادوا أن ينهون هويتي وعملتي ودولتي وعلمي، ولكن نحن نقول للشعب البريطاني وكل الشعوب العربية أن ينظروا إلى قضية أبناء الجنوب العادلة التي دخلوها في تاريخ 7 يوليو 1994، وكان هذا بالنسبة لنا احتلال من الجمهورية اليمنية، الجمهورية العربية اليمنية. فنقول إن الشارع اليوم الجنوبي انتفض ولا يمكن أن يتراجع للخلف، مهما 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 السعودية تحاول أن تفشل هذا المظاهرات، ولكن نحن نقول والله نحن مستمرون ولو قطعونا عربا عربا عربا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.